الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلنت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن الإيرادات الضائعة التي تذهب لجيوب الفاسدين تقدر سنويا بأكثر من 4 مليارات دولار. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر إن سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية بشكل كامل سيضمن وصول أكثر من 7 مليارات دولار سنويا لخزينة الدولة ومنع سرقتها من قبل الجهات المتنفذة كما يحصل حاليا. ارتفعت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة الأجنبية لتسجل 212 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.62% لتصل إلى 212 مليون و353 ألفا و765 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد. وذهبت المشتريات البالغة 61,873,765 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50,480,000 دولارا بشكل نقدي. سجل مؤشر البورصة العراقية انخفاضا بنسبة 0.47% متوقفا عند نقطة 570 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم بقيمة 700 مليون دينار تحصلت من إبرام 309 صفقات شملت 12 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة. وانخفض بموجب المؤشر أسهم 4 شركات وارتفعت أسهم 3 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها. قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى له في عامين عند 17.53% في شهر حزيران الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 17% ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة. وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع بارتفاع بلغ 1.94% بحسب معهد الإحصاء التركي. ولم يطرأ على الليرة التركية تغير يذكر، وسجلت 8.69 مقابل الدولار الواحد، فيما يقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب. قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك إن حجم تضرر اقتصاد روسيا بسبب وباء كورونا بلغ في عام 2020 حوالي تريليون روبل. وأضافت الهيئة أن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الروسي نتيجة كورونا بلغ أكثر من 997 مليار روبل، أي أكثر بمرة ونصف تقريبا من إجمالي الضرر الناجم عن الأمراض المعدية الأخرى. وأوضحت الهيئة أن قيمة المدفوعات المباشرة من الميزانية الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا لدعم السكان والشركات بلغت ما لا يقل عن 515 مليار روبل. حافظ الذهب على ثباته مع انخفاض المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعاً بعد مجموعة مختلطة من بيانات الوظائف الأمريكية. واستقر سعر الذهب الفوري عند 1787 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 من حزيران عند 1794 دولارا للأوقية الواحدة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1787 دولارا للأوقية. وفي الوقت نفسه يعزز الانتعاش في سوق العمل الأمريكية تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية والخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبتهج الأسواق بمزيد من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي القوي وسط مخاوف بشأن استمرار التضخم. ختام الموجز بأمان الله.